ثاني ابطال ده حرفيا هي دي اللعبه اللي هتكسب معاه النهارده، وهتكون من افضل الالعاب اللي بتقلد لعبه ماينكرافت فعلا. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. بنبدا فيديو النهارده، ما تنسوش صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، المفروض اللي احنا هنجرب اقوى واجمد خمس العاب بيعملوا نفس فكره لعبه ماينكرافت بالظبط. لا يا ابطال، ده كمان انا شفت العاب فعلا حرفيا شبه اللعبه بالظبط. يعني انا مش عارف بصراحه ازاي، ولكن احنا ممكن يعني هنشوف معانا. المفروض يا ابطال انا محمل كام لعبه؟ ادي واحد سكاي لاند، ايس كرافت، مالتي كرافت. يبقى كده اربع العاب يا ابطال. بس حرفيا انا استغربت يا ابطال لما لقيت الالعاب دي، يعني قلت ايه ده، هو فعلا يا ابطال ممكن نلعب لعب شبه لعبه مثلا ماينكرافت؟ وكذلك برضك يا ابطال لعبه روبلوكس. لو عايزين يا ابطال نعمل الفيديو ده جزء تاني يا ابطال، ولكن في لعبه روبلوكس، اكتبوا لي يا ابطال تحت في الكومنتات. وصلوا الفيديو ده ل 500 لايك، كده كده 10 بس. لا 500 لايك يا ابطال. وليتس جو يا ابطال، خلونا نبدا في اول لعبه وهي سكاي لاند يا ابطال. تمام، لعبه سكاي لاند اما نشوفها. انا مش عارف بصراحه ايه اللعبه دي، ولكن او ماي جاد. استنوا، بلاي، هنعمل كرييت ا نيو وورلد، عالم جديد. واو، تمام. نكتب بيبي جيمنج اكس، كويس قوي. نعمل كرييت، واضح لا بيقول لك سكاي بلوك ولا سرفايفل. تمام، انا دوست ابطال كرييت، انا ما اعرفش كده دوست ولا لا، ولكن كده دوست. تمام، ده العالم بتاعي اللي هو بي جيمنج اكس. وات، استنوا، انا ينفع امشي؟ واو، بس مش بيقفز ليه؟ مفيش نط ليه؟ بدوس المستوى مفيش، ولكن انا عايز اكسر. طيب اوه شيست يا ابطال، حاول نقدر نجيب هنا مثلا كده. كويس بقى، ومعانا هنا يعني ممكن ندوس كده، وفي كرافتنج تيبل بردك. تمام، خلونا كده نكسر. ديم، والله حلوه. ثانيه كده يا ابطال، ماشي ندوس كده. طيب تمام، حلو قوي والله. بقى دلوقتي معايا كده خشب. بصراحه يا ابطال انا مش بلعب ماينكرافت كتير، او يعني مش بفهم فيها قوي، ولكن انا قلت اعمل فيه ده يعني صح. ايه ده، ثانيه، هو طب هو ليه مش بينط؟ يعني اقعد اكسر كده وهيقعوا؟ تمام، ايه ده، ثانيه ازاي ده؟ يعني ايه ده، مش المفروض ده زرع؟ ازاي يا ابطال الناس اللي محترفه في ماينكرافت تي تقول لي بقى؟ ثانيه، احنا المفروض عايزين نبني هنا. واو، طب انا عايز انط. لا لا لا، اكيد في حاجه هنا يا ابطال بتنط. هو اكيد يا ابطال هنا في حاجه بتنط، ولكن ما اعرفش ايه اللي بيقفز بسرعه. يعني ده هنا كده بيكسر بردك. ايه ده؟ ده بينط كده. تمام، ايوه كده ماشي. لا لا، وضع اللي احنا محتاجين، عايزين نكسر دي كده. مش عايز تكسر ليه؟ ليه 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 ليه؟ ماشي تمام. عايزين نكسر دي كمان اللي فوقيها. تمام، ايه ده، دي ما طلعتش معانا ليه؟ خلاص ماشي، ما علينا، ان شاء الله يا رب بس ايه ما نموتش. ايوه كده، المفروض كده ما نموتش. والله ضحك. لا بص، عارف بموت ازاي؟ ريسباون يا باشا، ليتس جو. نفس الحاجات اللي انا كنت بانيها. عايزين بقى ايه ده، انا باين عليا فاشل باركور خالص. والله العظيم بتتزحلق، والله حاطين صابون او حاجه يا جماعه، ما تهزروش. بص عارف بموت ازاي، والقلب بيقل ازاي. ريسباون تاني، والله لا اعديها تاني. ماشي، بص بقى بلال كده وكده بس، حلو قوي الكلام ده، ولكن انا مش عارف. طب ايه دي؟ يعني الكرافتنج تيبل اللي هو بيقول لي طب ماشي، طب يعني انا كده خلاص كده اللعبه خلصت؟ والله العظيم لا يا جدعان، هي واضح كده ابطال هي اللعبه كده. يعني هم مدينا بس انا ابطال حاجات في الشيست اهو، لما انتم شايفين ندوس ريسباون. تمام، وانا اصلا خلصتها، يعني هي دي بس اللعبه. يعني طب مثلا انا عايز طب ايه ده؟ نزل لي خنزير. ايه ده، موته، وقعته، انا اسف انا اسف. انا كده ابطال، ايوه الحاجات دي مكسره اكيد بقى عشان هتفيدنا. يعني هو بس مديني الحاجات الصغيره دي، واحنا بقى نعمل مدينه او كده. طب مثلا ندوس كده على الشيست. تمام، عايزين مثلا نعمل هنا في الشيست كده، ندوس هنا ثانيه مثلا، يعني استنى ابطال ندوس هنا. طب هو بس كده مش هينفع؟ هو في ايه يا جدعان، مش عايز يعمل ليه؟ ولكن واضح يا ابطال هي لعبه متواضعه بصراحه، يعني هي مش وحشه كجرافيك يا ابطال وكده، مش وحشه بصراحه. بص كل شويه خلاص، والله العظيم لا لا يا ابطال خلاص، خلونا ندخل على اللعبه الثانيه. طبعا يا ابطال اللعبه الثانيه اللي معانا اسمها ايس كرافت، خلونا يا ابطال ندخل عليها ونشوفها عامله ازاي. ايه ده؟ ماشي، اوافق يا باشا، ليتس جو.
اقسم بالله انا حسيت دلوقتي لا دخلت لعبه ماينكرافت الحقيقيه. بص الابطال بتحمل ازاي، مش عارف بصراحه ليه ابطال الشاشه بقت سودا في لعبه ايس كرافت. واضح اللعبه معلقه ومش عايزه تشتغل، ولكن مش عارف ابطال ولا انا محملها ومفروض يعني خليت تقعد عقبال ما تحمل. ما اعرفش الله كم ميجا، ولكن بصراحه يعني للاسف واضح كده ان احنا مش هنعرف نلعب اللعبه دي. ولكن خلونا نشوف اللعبه اللي بعدها. طيب اللعبه ابطال اللي معانا اسمها مالتي كرافت يا ابطال. المفروض اللعبه دي اللي ما اشتغلتش اللي هي ايس كرافت، المفروض دلوقتي ابطال معانا مالتي كرافت، وانا متحمس جدا ليها بصراحه. خلونا ابطال ندوس مالتي كرافت. او ماي جاد والله جامده. تمام ابطال لما نشوف، واضح اللي هو بيقول لي اعمل لها تحديث. ما علينا، حاضر خلونا ابطال نعمل لها تحديث ونرجع لكم. A few moments later. رجعنا ابطال تاني واللعبه حملت خلاص. ايه ده؟ هو ايه ده بس يا ابطال؟ عشان مش فاهم حاجه. هو واضح ان اللعبه ناقصه فيها حاجات ولا ايه؟ انا بدوس انتر، احنا كده داخلين اللعبه ولا اللعبه لسه بتحمل؟ اللعبه شكلها غريب، انا حاسس ان هي المفروض لسه بتحمل. مش عارف بصراحه ابطال، خلينا كده نشوف. ايه ده؟ لا 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 في حاجه، مستحيل يا ابطال تكون لعبه كده. يا ايه ده؟ هي نفس الفكره بس فين الجرافيك؟ يا ما تهزروش، هي حلوه بس الجرافيك فين؟ بص بص يا ابطال، او عايز اكسر دي. طيب كسر. طيب لا لا ده كمان مش بيكسر، لا لا ده بيعمل اهو. واو كسر بس حرفيا يا ابطال. ايه شغل مبين قوي اللي هو حاجه غريبه قوي كده. المفروض اللون الازرق ده طيب بحر مثلا ولا لا 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 يا ابطال، ده اللون الازرق ده المفروض على المدى البعيد اللي انت مثلا رايح بعيد. لا لا يا ابطال بس مش حلوه قوي. يعني قولوا لي يا ابطال رايكم في كل لعبه تمام، وقيموها يا ابطال من 10 تحت في الكومنتات. والله اللعبه دي غريبه بصراحه، حاسس ان هي مش يعني اه ماشي يا شباب ماينكرافت وباينه، ولكن فين يا ابطال اللون الاخضر والالوان؟ مش عارف يا ابطال، حاسس ان في حاجه فيها غريبه بصراحه. ابطال شكل اللعبه غريب، انا ما اعرفش ازاي هي شكلها بجد كده ولا في حاجه عندي، ولكن يعني برضك يا ابطال انتوا جربوها وقولوا لي رايكم. انا بفكر ادخل اهو في سيرفر تاني، يعني مثلا المفروض اكيد دي سيرفرات مع ان الكلام غريب ومش مكتوب خالص، ولكن لا لا يا ابطال بجد اللعبه لو هي كده فعلا لعبه غريبه قوي. واخر لعبه ابطال معانا في فيديو النهارده اسمها سكوير سفاري كرافت. يعني اي حاجه فيها كلمه كرافت يا ابطال دي تعتبر تبع ماينكرافت او بتقلد نفس فكره لعبه ماينكرافت. تمام خلونا ابطال ندخل على اللعبه. تمام يا رب تشتغل. سافانا ما اعرفش ايه ولا سافانا سفاري كرافت. تمام انا متحمس بس. اوه ماي جود ديو، ايه ده؟ ثانية يا ابطال ده حرفيا هي دي اللعبة اللي هتكسب معانا النهاردة وهتكون من أفضل الألعاب اللي بتقلد لعبة ماينكرافت فعلا. شوفوا يا ابطال البداية عاملة ازاي. اوه ماي جود، لحظة المفروض اللي هنا بيقول لنا اللي احنا نلعب. تمام دوس بلاي. تمام اوه ماي جود، نختار الشخصية دي، هي دي ابطال اللعبة اللي هتكسب معانا اسمها سفاري كرافت. واضح يا ابطال كل دي شخصيات، دي البنت تمام، ومثلا عايز قلبي واضح ان احنا نلبس بس ده. تمام هنا البنات تلبس ده والولاد يلبسوا دول. خلينا ابطال ندوس ابلاي، مفيش حاجة تانية مفتوحة. هنا الكيتشن، اوه ماي جاد هنا حاجات حلوة قوي، المفروض اللي احنا هنا نقدر. ايه ده مقفول؟ خلاص ماشي ندوس ابلاي، انا هموت واشوف ابطال جوه اللعبة عاملة ازاي. ايه ده خدنا هدية من اول ما دخلنا كده على طول، جريت عظيم. واو ايه ده، هي دي ناس بجد بتلعب اللعبه طيب زيي؟ وات يا جدعان، اهلا يا نهار ابيض، اقسم بالله اللعبه شبه ماينكرافت فعلا. ديم ايه ده، والله العظيم جامده. طب ثانيه خلينا مثلا يعني هنا بص يا ابطال بالنوت بنعمل ازاي. طب ايه قلبي، قلبي ماله؟ ايه ده انا بديله قلب ولا ايه؟ ثانيه المفروض يعني نحفر ولا طيب ولا ايه؟ نعمل كده ندوس، مش عارف. طب ثانيه انا عايز ادوس طيب احفر ولا اي حاجه؟ في حاجات بتختفي يا جدعان. ماشي هنا المفروض نبني حاجه. طيب واو عايز ابني المنزل ده. او ماي جاد ثانيه ماشي وديه يا باشا. صح انا ما اعرفش بصراحه حطيت البيت فين، ولكن المفروض انا حطيته. ايه ده بيقول لي ان انت هتدخل. بيقول لي حط، بيعلمني ازاي ابطال كمان ابني. حلو قوي والله يا ابطال. يعني مثلا طب انا عايز اطلع فوق عشان ابني. الشيفت مش بيجري ولكن ماشي تمام، احنا ممكن نطلع كده. او ماي جاد يا ابطال واضح اللي دي هتبقى لعبتهم المفضله، ولكن طبعا مفيش احسن من ماينكرافت الاصليه. ولكن او ماي جاد لعبه فعلا يا ابطال تقليد، وباينه قوي ان هي ماينكرافت بصراحه، ولكن هي شبيهه. تمام يا ابطال شبيهه مش الاصليه، بس بصراحه يا ابطال اتفاجئت لو دوسنا مثلا على اي رقم من دول الاف. طيب يا ابطال بيعمل ايه ده؟ واضح كده اللي هنا فيها حاجات، بس هنا طبعا لو عايزين نبني تاني هنا لو عايزين. اوه اخيرا عملنا اول بلوكه في اللعبه. تمام ونعمل كده لازم ندوس هنا كده كده، عملنا عليها كده ننط كده. طيب تمام ليه 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 استنوا كده يا ابطال، نعمل كده استنوا ايوه كده.
اوه الحركه دي جامده. والله يا ابطال جامده. لا لا بصراحه يا ابطال دي اكتر لعبه انا شايفها بتقلد نفس فكره ماين كرافت بالظبط. وماي جاد بيقول لي انت عاش عليك اللي انت بنيت اكتر من حاجه، وكمان يا ابطال ايه ده بناخد كمان جوائز. تمام نجمع كده اللي هو عشان احنا بنينا. وماي جاد ده لسه يا ابطال حرفيا حاجات كتير قوي المفروض كل دي جوائز. لا 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 لعبه حلوه، لعبه حلوه قوي يا ابطال. ولو عجبكم فيديو النهارده يا ابطال ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه معايا، تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده يبقى جيمنج اكس وي سلام.